هذه الشيلة أهداء من الجوري وجنوي الآن وحصريا. هاتوا الفرايد هاتوا أحلى المعاني هاتوا الفرايد هاتوا أحلى المعاني أبثب بحبر الحب وفي جزيلة في عرس من القدر عالي وشاني من بين خلق الله ما في مثيلة من بين خلق الله ما في مثيلة هذا سعد حقق له الله الأمان اليوم شالا انا اهدي لها نبيات بغرى الدهاني نسل الكرم رعى الصفات النبيلة نسل الكرم رعى الصفات النبيلة له بين كل الناس اعلى مكاني وكل القوافي في مقامة قليلة وهذه المهاب العرس بدر الزماني حلفاتنا بنت الرجال الاصيلة حلفاتنا بنت الرجال نكتب اليوم شالا انا اهدي لها لبيات بغرى التهاني نسل الكرم رعى الصفات النبيلة نسل الكرم رعى الصفات النبيلة له بين كل الناس اعلى مكاني وكل القوافي في مقامة قليلة وهذه المهاب العرس بدر الزماني حلفاتنا بنت الرجال الاصيلة حلفاتنا بنت صفر 9